للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول مدير مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ عمار دباب. اهلا بكم استاذ عمار الى هذه الجوله الاخباريه. مفوض حقوق الانسان يصرح بانه على العالم ان يرد على الهجمات الكيميائيه في سوريا، الى اي مدى ترى في هذا التصريح تمهيد لضربه غربيه امريكيه فرنسيه للنظام؟ حقيقة يعني يأتي هذا التصريح في إطار تسويق مثل هذه الضربة، ولكن ليس تسويق ضربة للحفاظ على أرواح المدنية في سوريا، ولكن للرد على التوغل الروسي في الخارطة السورية وفي المحيط السوري، لأن روسيا اليوم تحاول أن تفرض أجندتها على الواقع السوري من خلال عمليات المصالحة التي تقودها، والولايات المتحدة ترغب بتثبيت مواقعها على الأرض من جانب آخر، والنظام من جانب ثالث يحاول التأثير حتى على سلطة الروس. يعني لم يتحدث أحدا عن محاولة النظام التأثير على سلطة الروس أو سلطة الإيرانيين، ولكن النظام عندما قرر إدخال الروس من جانب والإيرانيين من جانب، إذن هو قرر إضعاف الجانبين في سوريا والتأثير عليهم من خلال المضايقات الأمريكية من جانب آخر. يعني النظام اليوم يحاول أن يلعب على عدة توازنات ضمن الخارطة السورية للحفاظ على وجوده. يعني النظام لا يعتبر تابعا للولاية الروسية، ولا يعتبر تابعا للولاية الإيرانية، ولا يعتبر أيضا تابعا للولاية الأمريكية، والقوى الثلاثة موجودة على الخارطة السورية بشكل واضح. ولكن إلى أي مدى ترى بأن فيتو الروسي البارحة يمكن أن يفتح مجال للولايات المتحدة وفرنسا للتحرك بعيدا عن مجلس الأمن؟ يعني الجميع والممارسات الدولية سواء من وقت إنشاء الأمم المتحدة وحتى الآن لم يؤثر استخدام الفيتو في قرار أي من الدول الكبار. يعني أمريكا سواء في حرب الخليج في التسعين أو في حربها ضد العراق أو في أي حرب أخرى، وكذلك الجانب الروسي لم يؤثر أي استخدام حقل الفيتو ضمن مجلس الأمن على قرار أحد هذه الدول. وحتى الممارسات الدولية ضمن الأمم المتحدة تجد أن الأمم المتحدة أيضا تتيح مثل هذا الخروج من خلال قرار الاتحاد من أجل السلام الذي يصرح للجمعية العامة بأن تأخذ قرار خارج أو مخالف لإرادة أحد الدول الكبار المالكة لحق الفيتو. فاليوم لا يمكن الحديث عن حق الفيتو إلا من خلال الأجندات السياسية للدول الكبار. يعني نعم، هناك أنباء عن تحرك مدمرة أمريكية ثانية للبحر المتوسط خلال أيام في الوقت الذي يصرح به ترامب بأنه سيتخذ قرارات حاسمة بشأن سوريا خلال ساعات. ما توقعك لرد الفعل الروسي على هذه التحركات؟ يعني لا أجد أن أمريكا قادرة على التوغل في الخريطة السورية بعيدا عن شرق الفرات. يعني أمريكا اليوم لديها حلفاء على الأرض متمثل بالأكراد، هؤلاء الحلفاء استطاعوا أن يسيطروا على ما يقارب ثلث مساحة سوريا من حيث الخارطة. اليوم تحاول أمريكا أن تحافظ على مواقعها ضمن هذه المناطق، ولا تريد أن يتقدم النظام أو يعبر النظام أو الميليشيات التابعة له أو حتى الروس، لا تريدهم أن يعبروا إلى شرق الفرات. وصلت الفكرة أستاذ عمار تبا مدير مركز أبعاد الدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. شكرا جزيلا لك.